السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمانة حملنا إياها ديننا وحثنا عليها النبي الكريم، وآدابها في الإسلام ليست ثقافة عامة فحسب، بل هي فريضة شرعية تجاهلها الكثيرون. آداب الطريق عندما تغيب تتحول النعمة إلى نقمة، خاصة عندما تكون قيادة السيارة البسيطة التي جعلت لتسهل الحياة وتختصر الوقت والمسافات إلى خطر يحيط بقائدها والمشاة على الطريق. والسؤال هنا، هل لهذه الآداب دور في التقليل من هذه الأضرار؟ ومن هو المسؤول عنها؟ وهل مقولة القيادة فن وذوق وأخلاق هي من واقعنا اليوم؟ ولمناقشة هذا الموضوع وإيصال أصواتكم عبر برنامج صوت الناس، يمكنكم المشاركة وإبداء آرائكم بالاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. ولكن قبل مناقشة هذا الموضوع واستقبال مكالماتكم، نخرج إلى هذا التقرير ومن بعد نواصل بإذن الله تعالى. آداب الطريق من الآداب العظيمة التي حثنا عليها ديننا الإسلامي الحنيف، والتي تخلى عنها بعضنا، فكثير من الناس يجهلون أهمية تطبيقها وعيشها أو يتجاهلونها. أمانة حملنا إياها ديننا وحثنا عليها رسول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وآداب الطرق في الإسلام ليست ثقافة عامة فحسب، بل هي فريضة شرعية تجاهلها الكثيرون، مستغلين غياب الرقيب المحاسب، متجاهلين أن تطبيق الآداب مرتبط بين الإيمان والعمل الصالح، وبهما يكون الثواب والعقاب. قد تتحول النعمة إلى نقمة عندما تكون قيادة السيارة التي جعلت لتسهل حياتنا وتحفظ أوقاتنا وتقرب مسافاتنا خطرا يحيط بقائدها ولا يسلم منه الآخرون في الطريق مشاة وراكبين. عندما تتحول الطريق إلى ساحات للقيادة المتهورة والتسابق واللهو ومخالفة للقانون، فينبغي للإعلام أن يضيء الإشارة الحمراء ويبحث عن علاج لهذه الظاهرة. صرير سيارات مزعج لا يعرف الليل من النهار، وعبث بالممتلكات، واجتيازات خاطئة مدمرة وسط تهليل وتصفيق من المخالفين والمشجعين، وفي غياب الأمن والنظام الصارم الرادع، تكون نهايتها امتلاء المستشفيات بالجرحى أو القتلى. حوادث تكلف الدولة الكثير من المال إلى جانب الخسائر الاجتماعية وارتفاع نسبة المعاقين والأيتام. في ظل غياب الطرق الجيدة وضعف البنى التحتية وقلة جسور المشاة والطرق المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وحالة اللاوعي التي يعاني منها الكثير من المواطنين والاستهتار بالقوانين واللوائح وغياب الرادع الأمني والوازع الأخلاقي والدافع الديني وعدم الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن والآخرين، والأهم تجاهل وانتهاك حرمة الطريق الذي حثنا ديننا على احترامه. تظل مشكلة تطبيق آداب الطريق وممارساتها بشكل اعتيادي في حياتنا اليومية وما يصاحبها من تجاوزات تشكل أزمة للفئة المحدودة التي تلتزم بتطبيقها، وهاجسا للمجتمع الذي يعاني ضريبة التخلص من الإشكاليات والمخالفات والتعديات على الممتلكات والأرواح التي تنتج عن تجاهلها. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في حلقة جديدة من برنامج صوت الناس، نسلط الضوء عن قضية أخرى مهمة جدا للرقي بهذا الوطن إلى الأفضل بإذن الله تعالى، ألا وهي آداب الطريق وأخطار استخدام الطريق بطريقة غير مفيدة، وأيضا قد تصبح
النعمة إلى نقمة عندما يستغل هذا الشيء بشكل خاطئ. معنا الآن العقيد عبد الحميد البباص مساعد الشؤون الأمنية في مديرية أمن جنزور. السلام عليكم أستاذ عبد الحميد. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. بصفتك عقيد في الشرطة، يعني ما هي أسباب كثرة الحوادث في ليبيا بحسب رأيك؟ والله والله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لي هي حوادث المرور كلها في ليبيا والله في إمكان في من هي ناتجة إما عن مخالفة قوانين ولوائح السير على الطريق نتيجة طيش وتهور، وفيها جانب قد يكون صاحب المركبة ما ليش دخل فيه اللي هو نتيجة مثلا سوء يعني سوء وضع معين في طريق أو وجود يعني حاجة خارج عن إرادته، يعني جت حاجة اضطرارية، لكن الغالب هو نتيجة مخالفة للقوانين واللوائح الخاصة باستعمال الطرق والسير عليها بالنسبة لسائقي المركبات اللي تتمثل في مثلا تحديد السرعات ومواصفات وحالة السيارة نفسها اللي بيستعملها السائق. طيب يعني هل هناك دور لرجل شرطي، يعني شرطي المرور سبب في هذه الحوادث مثلا، يعني عدم وجوده في مكان المناسب مثلا؟ هو إن 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 هي القاعده ان تجد شرطي مرور على الطريق هذا صعب، لان طول الطرق لو تقيسها بعدد الشرطه في اي دوله في اي مكان شيء صعب جدا جدا. والحوادث ما تحدثش في العاده، هي في الامكانات اللي المفروض يكون فيها رجل الشرطه، احيانا تحدث حتى في الطرق الصحراويه اللي خاليه حتى من السيارات الاخرى. لكن هو وجود الشرطي ضروري، لان هو هي ممكن نقول حتى النفس البشريه بطبيعتها يعني مياله شويه للهواء والفوضى، فعدم وجود شرطي مرور يجعل الشخص يطلق الاعلان لسيارته ولنفسه، ممكن يعتقد انه هو الطريق يقدر يمشي فيها زي ما يبي بهواء ومزاجه. ولكن طيب، ولكن هو الشرطي، ولكن نقول انه هو الشرطي ضروري في الطريق، ولكن مش هو السبب يعني في عدم وجوده باش يقع الحادث. طيب لكن احنا خلينا نكون واقعيين اكثر ونعرف الطرق في ليبيا كيف، يعني هل تهالك البنيه التحتيه والطرق في ليبيا سبب من اسباب ربما الحوادث الكثيره التي نراها في بلدنا في هذه الايام؟ هي حاله الطرق هي جزئيه، لكن تعتبر جزئيه بسيطه، لان هي الطرق ما هياش متهالكه بالطريقه السيئه جدا جدا مقارنه بالامكانات اللي تقع فيها الحوادث. صح وجود مباني عشوائيه حجبت الرؤيه او زادت او سببت اختناقات معينه خلت الناس يستعملوا طرق معاكسه بقصد هنا توفير الوقت والوصول للمكان، لكن تكون سبب ولكن ما هوش السبب الرئيسي. يعني انا نعتبر فيه سبب تنوي قياسا بحاله الحوادث اللي موجوده يعني واللي مسجله حاليا، يعني سواء ما داخل منطقه جنزور او داخل مدينه طرابلس كلها. طيب لكن هل تعتقد ان كل من يحصل على رخص قياده هو مؤهل للقياده في الشوارع فعلا؟ هي القياده لما قالوا الاولين هي ذوق، هي بالفعل ذوق، يعني زي ما قلت لك انا لينا المفروض الانسان يكون يعني مقدر قيمه السياره لما يسوق فيها، حتى في مكان ما فيش شرطه وان كان ما فيش مرور وان كان ما فيش حتى مره ولا ما فيش سياره. لكن هي الضوابط اللي تمنح بها رخص القياده يعني هي ضوابط شكليه وما تقدرش انت تتغاضى علينا، طالبينها بسن معينه وبحاله صحيه معينه سواء في النظر ولا في الاعصاب ولا في حاجات زي هذه. لكن الانسان لو تشوف الحوادث في ناس حتى كبار في السن وتقع منهم حوادث وخبره يعني من فتره في القياده. ما نعرفش يعني هذه نقدر نقول لك هل الطرق رغم ان القانون راه دار في حوادث معينه تم سحب التراخيص من السائقين القياده في حالات السكر ولا في القياده حوادث المرور القتل هذه ناتجه عن القتل. نعم، لكن هنا سؤال يطرح نفسه، يعني هيبه رجل المرور والرجوع الى مكانته الخاصه، هل كيف نستطيع ارجاع هذه الهيبه لرجل المرور بصفه عامه؟ والله هي هيبه رجل المرور هي الهيبه طبعا هي هيبه رجل المرور وهيبه الدوله ذاتها يعني واحترام المواطن لرجل المرور واحترام للنظام وللدوله نفسها. والشرطة المرور هو احنا نحاول نشوفوا فيه حاول داخل مدينه طرابلس انه يكون موجود، ولكن في عده اسباب يعني تراكمت سبب وراء سبب سبب وراء سبب ادى لهال الفوضى خاصة في القيادة، لأن نتيجة الحوادث اللي أرقامها قياسية وكلها ناتجة عن طيش وناتجة عن سرعة وناتجة عن عدم احترام
قواعد ولوائح المرور اللي ألزمت السائق أن يسوق أو يتبعها لما يكون سوق سيارة على الطريق العام. طيب هل غياب القوانين أو القوانين الرادعة أو الصارمة هو سبب في زيادة هذه المخالفات والحوادث؟ أكيد هذا موجود الرادع، القوانين الرادعة، لأن كثرة المخالفات وعدم وجود في مقابلها، لأن نشوفوا كم المخالفات المفروض ينظرها كم من العقوبات، ففي تناسب في نسبة بناتها، فنساعد أن المخالفات أكثر والعقوبات أقل. طبعا هذه تنقض اليدين للمتهورين في قيادة السيارات، خاصة اللي لاحظوا فيها تو قصة السيارات هذه وقصة القيادة وقصة دحرجة السيارات على الطرق واللفان والقصص هذه اللي موجودة ممكن كل الناس يعانوا منها، غير مسبباتها من ضجيج وغير مسبباتها من هلع عقوق، مسبباتها يعني سبب من أسباب الحوادث اللي موجودة حاليا. نعم، بصفتك يعني عقيد في الشرطة، كيف ترى سلوكيات الناس في القيادة في الشارع بشكل واقعي؟ نريد الإجابة. والله أنا لما أقول لك بشكل واقعي، هي الناس كانوا يكونوا ثلاثة، أنا أقول لك الناس جزئين، جزء البسيط هذا اللي يحاول إنه يصير بي يحاول، وأنه هو لما يصير قدامه موقف مرة يكون الضحية يعني، ويكون هو السبب في الحادث، ويبدأ هو الشخص المتهم قدام الفرد، لأن الثاني المتهور فلت بنتيجة التهور بتاعه وساهم في وخلى الشخص الثاني اللي هو منضبط ويسوق وماشي وماشي حسب ما ألزم القانون، هنا يكون هو طرف في الحادث. لكن أنا كتقييمي للمستوى يعني نقول تحت حتى الضعيف، يعني أنا بناخذها بالعيار العام طيب حالة السائقين في طبعا سؤال أخير ممكن نختم به معك، بوجهة نظرك كيف يجب التعامل مع كل من يخالف القوانين ويخالف يعني القوانين العامة بشكل عام؟ والله في الظروف الحالية أنا أرى أن يكون الردع، والردع يكون بشدة، يعني لأن المرحلة دي قصدي والحوادث اللي موجودة ما فيش إلا ردع، يعني سحب التراخيص وحجز المركبة والتوقيف وقيد الحرية، نرى هذه من الأشياء الضرورية، يعني على الأقل حتى في من ممكن بيشبنا على قصة أنه هو بيكبر أن المخالفة شيء عادي، يعني والقيادة يعني مزاج، يعني كيف يبي يقود سيارته. لكن طيب أنا نرى في دول يعني مثلا مثل دولة المغرب فيها تسحب نقاط من الرخصة، وإذا ما سحبت كل النقاط منك سوف تسحب منك الرخصة لمدة 10 سنوات، لماذا لا يكون يعني رجال يعني أنتم في المرور كهذه الأشياء يعني؟ والله هذا جانب، هو جانب الجمود في القوانين بتاع المرور واعتماد على قوانين عشرات السنين وما تطورتش مع تطور التقنية وتطور الواحد، حتى هي جزء من الأشياء اللي من الأشياء اللي لازم تدرس باش يتم منها على الأقل يعني وضع حل للظاهرة هذه. طيب شكرا لك عقيد سيادة العقيد عبد الحميد الدلبيباص، كنت معنا مساعد الشؤون الأمنية بمديرية أمن جنزور، شكرا لك معنا، وبإذن الله تعالى نحاول نتواصل معك في آخر الحلقة بحيث نحاول لك آراء وأسئلة الناس حتى تكتمل الفكرة بصفة عامة. كان معنا العقيد عبد الحميد الدلبيباص، حقيقة تكلم قال بأن المخالفات القانونية هي السبب الرئيسي في زيادة ظاهرة الحوادث في الشوارع التي نراها بشكل كبير جدا، أصبحت تتفاقم خاصة في الطرق السريعة وبحوادث كارثية جدا في بلدنا. أيضا قال بأن المواطن للمواطن دور كبير جدا عندما لا يكون ذو دراية واسعة بالمعوقات التي قد تحدث له. أيضا تكلم عن جزئية الطريق وقال بأن للطريق أيضا والبنية التحتية دور في زيادة هذه الحوادث. نبدأ باستقبال مكالماتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ومعي عبد المهيمن من تجولة. السلام عليكم عبد المجيد. عذرا عبد المجيد. السلام عليكم. نعم استاذ عبد المجيد، لديك دقيقتان حتى توصل فكرتك. بداية، ما هي اسباب كثرة الحوادث في ليبيا حسب رأيك؟ هذا الشباب الطايفة. ايوه نعم نسمع لك. هذا الشباب الطايفة، الشباب يخلفوا الحبوب الهوسة هذه. طيب يعني وهم نحن يفتحوها هنا احنا مصوصف بوشوشة. اسمع لك
هذا مش وصف بشوشة، هذا يدير السرعة والسيارة الاتجاهات يعني معليش كتم المرور بس معليش. نعم، هل هذا المكان، هل هذا المكان الذي تحدث عنه هو مخصص من قبل الدولة لممارسة هذه النشاطات مثلا، هذه الهواية يعني؟ لا لا، هذا شباب الطايش، هذه طيب، لكن هل أنت تعترض عن هذا المظهر بحد ذاته أم تعترض على المكان؟ أنا نحكي على الشباب نفسه، الشباب سيارات يجروا هدى. طيب الآن، لكن هل الحوادث التي نراها في الطرق السريعة هي سببها أيضا شباب؟ مش شباب يا أخويا، سرعة. سرعة؟ نعم. ونصهم النساء اللي ما يعرفوش يسوقوا بكل. طيب طيب، بقي لك 20 ثانية الآن. كيف ترى الحل بصفتك، يعني كيف ترى الحل بوجهة نظرك؟ المفروض أن يجري بسرعة ومخالفة باش يجري وتعرف يجري ويتاخذ من السيارة. طيب، وصلت الفكرة أخونا عبد المجيد، كنت معنا من تجورة، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك على المداخلة الطيبة. عبد المجيد كنت معنا من تجورة وقال بأن نعم علي من الجبل الغربي، من الجبل الغربي. السلام عليكم علي. علي، يبدو ان قطع الاتصال. نعم، نستقبل مكالماتكم عبر الارقام الظاهره اسفل الشاشه مشاهدينا الكرام. نتكلم عن قضيه مهمه جدا، عن موضوع يمس كل مواطن لانها تزهق الارواح وايضا جرحى بشكل كبير جدا. ربيع من صرمان، السلام عليكم. فتحي، استاذ فتحي هل تسمعني؟ فتحي، السلام عليكم فتحي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بك فتحي. بدايه، لديك دقيقتان لتوصل فكرتك، كيف بوجهه نظرك ما هي اسباب الحوادث وزياده الحوادث في ليبيا بحسب وجهه نظرك؟ والله اولا هي ترجع لثقافه الشعب والمواطن والاسره، وكل رب اسره مسؤول على تربيه اولاده وتوجيههم. والدوله برضو عندها مسؤوليات اللي هي التوعيه. هذه البرامج اللي نشوفها على قناه التناصح تفتقدها كثير من القنوات الحقيقه. طيب، شكرا لك. نعم، يعني بوجهه نظرك هل الجانب الثقافي، ثقافه الشعب هي فقط السبب في زياده هذه الحوادث؟ الا يكون دور رجل المرور سبب فيها من اسباب هذه زياده هذه الظاهره؟ هي هذه الاشياء اللي تو خاصه ما يسمى بالتمتيع وغيرها من الاشياء، هذه ظاهره يعني من قبل الثوره طبعا، والان بعد الثوره رجل المرور ينظر لنفسه انه عاجز على محاربه مثل هذه الظواهر، لكن هذه الظاهره هي موجوده من قبل الثوره يا حقيقه. فهي ترجع الى رب الاسره، لان المجتمع عباره عن يعني ملايين الاسر. طيب، كل أسرة، كل رب أسرة مهتم بأسرته وبتوجيههم ورعايتهم، والدولة تبث في مثل هذه الحلقات اللي توعي وتثقف في قنواتكم، قناتكم الموقرة، الحقيقة نستطيع أن نوعوا شعبنا ونثقفوه ويبعد عن مثل هذه الأشياء، بالإضافة إلى رخص البنزين في ليبيا، هذه الأشياء اللي زايدة من الأمور. طيب، الآن باقي لك 20 ثانية، باختصار ما هو الحل بوجهة نظرك؟ الحل بوجهة نظري أن تتكثف القنوات الليبية إلى توعية وتثقيف المواطن، ورب الأسرة يبدأ مهتم جدا برعاية أولاده وتربيتهم، والمدارس نفسها اللي افتقدت عدة مناهج كانت تربوية كنا ناخذها في المدارس الآن مفتقدة هذه. نعم،
يبدو ان انتهى وقتك استاذ فتحي مصرمان، شكرا جزيلا لك. حقيقه ألقى اللوم على ثقافة الشعب وقال بأن الشعب وثقافة الشعوب هي التي تجعل هذه الظاهرة تزداد، وأيضا دور الدولة مهم جدا لأن الدولة توعي المواطن، يجب على الدولة أن توعي المواطن، وقال الحل هو تكثيف الإعلام لهذه المواضيع. عمر من مصراتة، السلام عليكم عمر. ألو، السلام عليكم. عمر معك دقيقتان للإبداء برأيك. قال فتحي مصرمان أن ثقافة الشعب هي السبب الرئيسي في زيادة هذه الظاهرة التي هي ظاهرة الحوادث، ما رأيك في هذا الكلام؟ والله يا أخوي ترحم على الشهداء وشفاء الجرحى وعلى المفقودين إن شاء الله. نعم. والله يا أخوي نشوف هذه الشيء اللي فيه رضا من الشباب هذوما اللي صدموا بالسيارات، وحتى يا أخوي في أجانب راهو حتى مش ليبيين بس راهو. في حتى أجانب راهو صدموا بالسيارات ويسوقوا بالسيارات من غير لوحات. طيب إذا كان المواطن غير مهتم فهل نلوم الاجنبي يعني بذلك؟ لا مش هيك غزي، المفروض الجهات الامنيه المفروض يصرفوا لها مخالفات هذه نتاع المخالفات ويديروا مخالفات على الكل، لان الشهيد بيقعد هيك ما يصيرش منها، ضروري ما يطبق القانون، ضروري الشارع. يبقى واحد ماشي هو عيلته في الشارع، يجي واحد صاحب سياره شبيب مش باين من السياره، يتضرب بالسياره قدامه ويدير قدامه حركات ويبدا راجل مرور يبري فيه وخلاص هيك. نعم. ضروري مستعمل في حاجات، ضروري مستعمل فيه القوه، ضروري لا. طيب اما تخلي هيك للبلاد كذا فوضى كذا ما يصيرش يا اخوي، حتى الاجنبي قاعد ياخذ السياره ويسطر في الشارع حتى هو. طيب دور رجل الشرطي او رجل الشرطه في الشوارع، هل هو سبب من الاسباب بوجهه نظرك؟ والله يا رجل الشرطه المفروض يعطوه المخالفات وضروري ما يطبق القانون في الشارع، ضروري. لازم تطبيق القانون، لازم على السيارات المعتمه والسيارات من غير لوحات والناس اللي سطبوا في الشوارع عليهم، ضروري ما تبقى القانون عليهم، ضروري. هل تعتقد ان هيك انت بتخلي الشيء ده حيتفاقم الشيء ده وحيزيد الشيء ده، ضروري ما يطبق القانون. نعم، سؤال يطرح نفسه، هل تعتقد كل من يملك رخصة قيادة هو مؤهل للقيادة في الشوارع؟ لا مش الكل والله. يعني في اللي عنده رخصة وفي اللي عنده رخصة وما يعرفش كيف يستعمل السيارة في الشارع. ما لديك من الوقت 10 ثواني، ما الحل بوجهة نظرك؟ الحل ان رجل المرور يطبق القانون على الكل الشارع. طيب شكرا لك. أيوة. ماشي عمر مصراتة، شكرا لك. شكرا لك اخونا عمر، كنا معنا مصراتة، تكلم عن الجهات الامنيه وايضا المخالفات وركز على ان الحل هو تطبيق القانون. مشاهدينا الكرام نخرج الى هذا الفاصل، من بعد نواصل باذن الله تعالى. إن ملحمة الكرامة هي الإجابة والاستجابة لأوامر الشعب الليبي لقواته المسلحة. ما ننساش جبيل مصر علينا، ما ننساش جبيل مصر علينا. الله أكبر، الله أكبر. ده خير لجات من مصر، المصرية بحسب حالها. 400 حاوت، ده خير لجات من مصر. الله أكبر. مشيت لمصر مرتين أو ثلاثة. كان مروري على الناس اللي تدرب غادي، وكان هو الاستعانة من افكار القاده المصريين. كل من هو مشتبه ومتورط بسبب انتماء الليبيين تم ازاله المبنى بتاعه. حتى جاي تطلع ولا عاد في شيخ محل، ولا عاد في شورى، ولا عاد في مجلس محل. ما شورى ما عادش في امان. اللواء خليفه عنده صديق اجنبي، لا ليبي لا عربي لا مسلم، واحد امريكي ما نقولش اسمه، حفاظا على هذا الرجل. الرجل هذا دفع للواء خليفه 50 مليون يورو، صديق اللواء خليفه اللي يقول خليفه جدار. ويعد الاعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي مجمدا. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده في حلقه برنامج صوت الناس. حاولنا تواصل الان مع العقيد عبد الحفيظ الصغير مشرف عام دوريات تجوره. اهلا وسهلا بك سياده العقيد. سياده العقيد هل تسمعني؟ استاذ عبد الحفيظ. استاذ عبد الحفيظ هل تسمعني؟ يبدو أن هناك خلل في المكالمة.
سنعود للأستاذ عبد الحفيظ ريتما يجهز هذا الاتصال. نعود مشاهدينا الكرام لاستقبال مكالماتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كانت معنا أكثر من مكالمة في قبل هذا الفاصل. كان معنا فتحي من مصرمان وقال بأن ثقافة الشعب هي السبب الرئيسي في هذه المشاكل التي نراها وزيادة الحوادث في ليبيا. أيضا تكلم عن الدولة دور كبير جدا أن توعي المواطن. كان معنا عمر من مصراتة وقال بأن الجهات الأمنية دور كبير جدا، إضافة إلى أن يكون هناك مخالفات لكل من يتعدى هذه القوانين، والحل رأى بأن الحل هو تطبيق القانون هو الحل الرئيسي لهذه الأزمة. مشاهدينا الكرام، أداب الطريق هي أصبحت نراها تتلاشى بشكل كبير جدا، خاصة في واقعنا، خاصة في هذه الأيام نرى أيضا هناك عدم احترام لرجل المرور في الشوارع، وهذا من مؤشرات خطيرة جدا. عدم احترام رجل المرور، عدم احترام القانون، هي مؤشر خطير جدا على أن لا يوجد هناك هيبة للدولة، وعندما يوجد هناك هيبة للدولة فإننا سوف نرى زحام ونرى زيادة للحوادث بشكل رهيب جدا. نحن نخسر الآلاف من الأرواح سنويا بسبب ماذا؟ بسبب هذه المشاكل والتي نراها شيء بسيط جدا، ولكن في الواقع هي تشكل خطر كبير جدا على كل مواطن. مشاهدينا الكرام، نستقبل مكالماتكم عبر الرقم الظاهر أسفل الشاشة. نحاول أن نخرج بخلاصة وأراء يسمعها كل مواطن، يسمعها كل شخص يشاهدنا. ربما يكون هناك مسؤولون في الدولة أو أصحاب القرار، حتى نحاول التقليل من هذه الظواهر السلبية والسيئة جدا التي أصبحت تتفاقم بشكل كبير جدا في بلدنا الحبيب. نحاول من هذا المنبر أيضا أن نوصل رسالة واضحة وجلية إلى كل مواطن بأن احترام رجل المرور، أيضا احترام القوانين، أيضا أداب الطريق هي من أداب الإسلام، والإسلام حثنا الإسلام عنها أيضا، وأيضا من أخلاقيات التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هي نحن يجب علينا أن نلتزم بأداب الطريق بكل ما تحمل الكلمة من معنى. لازلنا نأخذ مكالماتكم واتصالاتكم عبر الرقم الظاهر أسفل الشاشة. معنا العقيد عبد الحفيظ، هل الاتصال جاهز؟ أستاذ عبد الحفيظ، أستاذ عبد الحفيظ غير جاهز هذا الاتصال، حتى ريتما يجهز هذا الاتصال. سوف نعود للعقيد عبد الحفيظ. مشاهدينا الكرام، نعود لاستقبال مكالماتكم عبر الرقم الظاهر أسفل الشاشة. من معي؟ فتحي من زوارة. السلام عليكم فتحي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتحي، لديك دقيقتان للإبداء برأيك. برأيك، ما هي أسباب الحوادث في ليبيا بصفة عامة؟ والله أسباب الحوادث السرعة يا أخوي. طيب، يعني أنت ترى أن السرعة هو السبب الرئيسي في الحوادث، أليس البنية التحتية والطريق يعني سبب من أسباب هذه الحوادث؟ حتى هي عامل مؤثر طبعاً، السرعة والبنية التحتية للطرقات واللي ما عندهاش رخصة يسوق، حتى هو عامل من العوامل. طيب، يعني أنت الآن قلت بأن ليس لديه رخصة قيادة وهو يقود السيارة، فهل أنت تعتقد بأن كل من يحمل رخصة قيادة هو قادر على القيادة على الطرق الرئيسية؟ والله طبعاً في اللي قادر وصح، في اللي عنده رخصة وما صح مش ملتزم بقواعد المرور. طيب، طيب، بوجهة نظرك يعني كيف يجب أن نتعامل أو يتعامل رجال الشرطة مع المخالفين؟ والله إذا ما نشوف يعني رجل المرور، والله إذا لازم يوفروا له يعني تكون عندهم يعني مدعوم بقوة. إنه ما يقدرش يعني رجل المرور في الوقت، تعرف أنت الوقت هذا. يعني يخاف على نفسه رجل المرور، غلبان رجل لا حول ولا قوة له. فنطلبوا دعم احنا من الدولة، من حكومة الإنقاذ، إنها تدعم رجال المرور. طيب، بوجهة نظرك يعني باختصار، ما هو الحل المناسب لهذه الأزمة؟ والله يتقع على عاتق الدولة اللي نشوفها هيكي نشوفها. كيف؟ أنا نقول شوفها الدولة، الدولة تقع على عاتق الدولة.
نعم، لكن هل للمواطن دور في هذا في الخروج هذه الظاهره؟ دور الدوله والمواطن لهم دور. طيب شكرا شكرا لك اخوان فتحي، كنت معنا من صراحه، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، لازلنا نستقبل مكالماتكم عبر الارقام الظاهره اسفل الشاشه، نحاول ان نوصل رايكم الى كل المستمعين، نحوصل هذه الاراء لعلنا نعم لقد جهز الاتصال العقيد عبد الحفيظ الصغير. اهلا وسهلا بك سياده العقيد. استاذ عبد الحفيظ، استاذ عبد الحفيظ هل تسمعني؟ استاذ عبد الحفيظ، الى حين ان يكون هذا الاتصال جاهز، يبدو ان هناك خلل في الشبكه مع وتعذر الاتصال مع الاستاذ عبد الحفيظ، ريتما يجهز هذا الاتصال. سوف نعود للعقيد عبد الحفيظ الصغير، نحاول ان نحوصل بعض المكالمات التي استقبلناها من المشاهدين. كان معنا عبد المهيمن وقال بان طيش الشباب هو السبب الرئيسي في هذه الأزمة، وقال أيضا بأن هناك ساحات ومستشفيات، ساحات المستشفيات أصبحت الكل، كثير من الشباب يمارس هواية التطريب يعني بصفة عامة مثل ما نقولها. أيضا هناك فتحي مسلمان قال بأن ثقافة الشعب هي السبب الرئيسي في زيادة هذه الظاهرة، وأن دور الدولة والحل لهذه الأزمة هو تكثيف الإعلام لهذا الموضوع والتوعية الإعلامية. عمر مصراتة قال بأن الجهات الأمنية دور كبير جدا، أيضا المخالفات يجب أن تكون هناك الحل بتطبيق القانون والمخالفات على كل ما يتعدى القانون. فتحي مصراتة قال بأن رجل المرور هو يعني الآن أصبح ضعيف، فيجب أن نقوي رجل المرور حتى يكون له دور كبير في هذا التغيير. مشاهدينا الكرام، لازلنا نأخذ مكالماتكم واتصالاتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. من عاني من مغازي، السلام عليكم. علي، علي، السلام عليكم. أهلا وسهلا بك علي. عطيني علي، معك دقيقتان للابداء برايك. بدايه برايك، ما هي اسباب كثره الحوادث في ليبيا في هذه الايام بوجهه نظرك؟ كيف يا اخوي البرنامج؟ والله من اظن نسيت، انا حطيت عليه علي شنو تقول. نحن نتكلم عن اداب الطريق بصفه عامه واسباب زياده الحوادث في ليبيا. المرور يا اخي، قله رجال المرور في ليبيا. ونعقب انا يا اخوي بالله عليك، معلش. نعم، نحن الان اليوم نتحدث عن اداب المرور، اذا كان في هذا السياق ما يعني فلا باس، اذا كان خارج الموضوع فنحن اليوم نتكلم عن هذا عن هذه. لا هو خارج الموضوع حتى هو يحفر بس عنه. نعم، ربما في حلقه اخرى سوف نفتح المجال لك باذن الله تعالى. شكرا لك علي من مغازي، كنت معنا. من معي؟ ناصر، السلام عليكم ناصر. مشكور ناصر، السلام عليكم. هاي السلام ناصر، معك دقيقتان نبدا برايك. برايك نعم، لو تسمعني من سماعه الهاتف وتخفض صوت التلفزيون لو سمحت. اكيد هاي مشكور. نعم، احد المتصلين قال بان الحل للتخلص من هذه الظاهره وهذه الازمه هو تطبيق القانون، ما رايك في هذا الكلام؟ والله نقوله نحن ان شاء الله هيك، اول حاجه بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واول حاجه نشكر الشباب الثوار ونترحموا على سالم دربي، احد الثوار اللي قاتلوا داعش من ليبيا وقام بمجهود طيب، عرفت، ومشكور عليه من ثوار 17 فبراير، وان شاء الله ربي يحرر البلاد. نعم، وكان هذا موضوع المرور، انا نقول لك مجهودات مديرية امن بنغازي، كذلك مجهودات مديرية بنغازي مشكورة عليهم، كذلك نفس اللي على مديرية بنغازي، نقول لك طارق الخراز، كذلك المجموعة اللي معاه قاموا مجهودات طيبة داخل المدينة، بأن المدينة محتاجت لهم راه، وهم رجالة وخدموا خدمة طيبة إن شاء الله، عرفتوا؟
وان شاء الله ربي يصلح البلاد والعباد ان شاء الله. طيب مشكور يا اخوي. طيب يا ربي يحفظك. طيب لكن انا بس ننبه منك سؤال، نسالك سؤال قبل ما تسكر، يعني برايك هل تعتقد كل من يملك رخصه قياده هو قادر على القياده في الشوارع؟ انا والله نقول لك مواطن ليبي نعم ان شاء الله، نقول لك مش غير صحيح، لكن كمرور وكناس قايمين على الواجب اللي داخل المدينه الله اكبر، عرفت، بنغازي او مدينه طرابلس كذلك الغرب والشرق ولا والجنوب كلهم قايمين بالواجب، عرفت، ولكن ان شاء الله ربي يوحد البلاد، لان احنا محتاجين المصراته في بنغازي ومحتاجين بنغازي في مصراته، عرفت. طيب. محتاجين مصراته في طرابلس وطرابلس في بنغازي يعني نحن يد وحده، عرفتوا، وراه الناس قايمه على واجب واحد، وقال لنا نحن نستحقوكم انتم، حتى انت كمذيع مشكور على قناه تناصح هذه مشكور عليها. شكرا. انت راجل طيب. شكرا، انتهى وقتك. بالله نبوك انك يعني شكرا حيادي والناس طيبه، راهو في الشرق، في الشرق قايمين. شكرا، انتهى وقتك اخونا ناصر من بنغازي، شكرا جزيلا لك حقيقه. كلام يبعث الامل، يبعث التفاؤل. اخونا من ناصر شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نخرج فاصل من بعده نواصل باذن الله تعالى. نحن ثوار مدينه درنا نعلن عن ادانتنا لما جاء في بيان المدعو حفتر الذي أدخل البلاد في فوضى عارمة ودوامة، ويدعو إلى إراقة الدماء وإزهاق الأنفس الليبية. نزف إليكم بشرى بأن أبناءكم وثواركم تنادوا ووحدوا صفوفهم وشعبهم وتعاهدوا على دفع العدو الصائل إحقاقا للحق ونصرة للمظلومين. إحنا قتلنا إياه ضم الوطن، الوطن نفسه في هزة، أعزاء، أصدقاء، أهلنا، خواص، هذا الوطن. نحن روضة العزم جهادا وانتقاما، ثغرك الباسم لحن من إباء. كان عندنا انتقام لقوات الموت حب وغراما، وأرانا كيف أن الدم يروي قصة الأمجاد نارا وضراما. يا فدا عينيك جيلا من رثاة ذاب بالعود وبالمزمار. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. قد استقبلنا مكالماتكم، والان نستقبل ايضا مكالماتكم عبر الخانة الظاهرة اسفل الشاشة. ايضا نرحب بتغريداتكم وتواصلكم معنا على صفحات التواصل الاجتماعي عبر الهاشتاج الظاهر اعلى الشاشة صوت الناس، هاشتاج صوت الناس. نسعد ايضا بتواصلكم معنا عبر التويتر وعبر ايضا الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي. العقيد عبد الحفيظ، هل هو جاهز؟ استاذ عبد السلام عليكم. بارك فيك، تحية ليك لكل متتبعي قناة التناصح. أهلا وسهلا بك. كل عام وأنتم بخير بمناسبة الشهر الكريم، وعاد الله علينا وعليكم وباليمن الخير والبركة. طيب. وأن يعيد علينا باليوم وتبقى بلادنا حرة موحدة، اللهم احقن دماء الليبيين بمناسبة هذا الشهر العظيم. آمين يا رب العالمين. ونتمنى لكل سائق مركبة آلية السلامة، ويدخل البهجة والسرور بهذا الشهر العظيم في كل بيت إن شاء الله. طيب سيادة العقيد، كانت معنا عدة اتصالات من عدة أناس حقيقة، كان الكل يضع اللوم على ثقافة الشعب وعدم الوعي الشعب بهذه الخواطر، يعني المخاطر يعني عفوا، ما رأيك في هذا الكلام؟ إيه مضبوط، يعني تو أكثر شيء تو الشهر الكريم هذا يعني هو شهر تسامح، شهر يا رب يجعله شهر بركة. نحن تو إن شاء الله نتمنى من الإخوة السائقين احترام الإشارات القوية واحترام الطريق العام واحترام رجل المرور
في والتعاون مع رجل مرور، واللي نعانوا منها احنا تو كوحده مرور تجورة اللي هو صيانه الاشارات الضوئيه واستبدالها باخرى، انه الكهرباء العامه على الطريق العام شبه معدومه نهائيا. الاخوه المتسولين طبعا المتواجدين في الاشارات الضوئيه، وان نعاني من سيارات الشاحنات اظن يرفعوا في الحاويات. وانا تقريبا من يومين فاتوا سمعت بان في حادث اليم، يعني خمس احياج تقريبا، يعني خمس احياج في موتى، خمسه قتلى في هذا كله من عدم وعي المواطن لما يحط الحاويه بتاعه يربطها ويامنها، لانه خاش لان الطريق شبه معدومه وفيها منحدرات كثيره. طيب نعم. طيب الاكثر من متصل قال بان الحل هو يجب تكثيف الاعلام على هذا الموضوع وتوعيه المواطن بصفه عامه، يعني هل هناك تنسيق بينكم وبين بين القنوات الاعلاميه مثلا للتوعيه بهذه الاخطار؟ طبعا يعني نزور في عده مدارس ونزور في اجتماعات وترك الا السنه هذه يعني قاعدين ما بديناش فيها اللي فاتت كل مدارس وكل، لان الطالب عندي ليه صندوق فارغ اللي تحطه فيه يعني بيمشي معاه. وتكلمنا على عده الاشارات المروريه يطبعها في من خلال يتواصل مع وزاره التعليم يطبعها في واحده من الكتب في من الغلاف من الداخل ويضعوا له اشاره المرور يتبدا معاه الطالب. يعني نقعد نتو في وحده المرور يجوني شباب عمره 30 24 25 ويسني على الاشاره، يعني يا اخينا والله جريمه بصدق والله كارثه. يعني راجل كبير ما يعرفش المعنى الاشاره هذه، لكن لما تضعونهم يعني في من السنه الاولى الابتدائي حتى تمشي معها حتى للثانوي يعني بترغس في ذهنه خلاص يعني. طيب استاذ عبد الحفيظ، يعني الكل يتساءل ما العائق من ان يطبق رجل المرور القانون؟ ما فيش يعني تو يعني رجال المرور يعني معظمهم يعني رجل المرور هو عامل انسان والمواطن ما فيش انسان مواطن الا ما يمشي في الطريق باتجاه معاكس عارف روحه ماشي باتجاه معاكس، هو عارف يخالف الضي الاحمر هو عارف روحه بانه مخالف. احنا تو الفتره هذه يعني بنعطف نصائح وارشادات، لكن ان شاء الله يعني خلال الشهر الجاي ان شاء الله حنبدا في المخالفات ان شاء الله. طيب يعني كيف يمكن استرجاع هيبه رجل الدوله؟ والله ان شاء الله احنا تو يعني بصدق وامانه كوحده مرور تجوره يعني بارزه وجودها يعني في الطريق العام، بارزه وجودها في الطريق العام. ويعني ما نقولكش جل الناس، يعني نقول 5% من الناس يعني ما يحترمش رجل المرور، لا 95% من الناس يعني بارك الله فيهم يحترموا رجل المرور. طيب سؤال اخير، يعني ما الحل لهذه الظاهره بوجهه نظرك؟ والله يعني الظاهره يعني هي ظاهره غير حضاريه. أنا تو كان نقول لك تو الإحصائية نتاع الحوادث لسنة 2014 عندنا 180 قتيل. سنة 2015 48 قتيل. عدد إتلاف المركبات نهائيا يعني إتلاف نهائي 170 مركبة. عدد السيارات اللي ماشية يعني نص عمر يعني تتصلح حوالي 200 مركبة. عدد أضرار السيارات البسيطة يعني أضرار بسيطة 900 مركبة. عدد القتلى بدون ترخيص سبعة شباب تحت السن القانونية السبعة هذا قتل. طيب هذه الأرقام في سنة 2014 يعني 2014 سنة 2014 180 قتيل. سنة 2015 احنا تو في نص شهر 6 يعني 48 قتيل هذه. طيب كلمة أخيرة ونصيحة توجهها لكل من المستمعين. والله نتمنى من أخي السائق جاي شهر كريم شهر مبارك يا اخي سايق، كل الناس صايمه، رجل مرور هو ما هو الا اخوك، ما هو الا اخوك، يعني انت تو راكب في سياره يعني وسياره مكيفه، رجل مرور هذا ما يتعامل مع العوامل الجويه يعني النو الريح الصقع يعني ما يمنعش لما تحترمه تجاه في اشاره ضوئيه وتحترمه، يلقى رجل مرور واقف وبيطلع في الاحمر، يلقى رجل مرور يعني بيقول له ممنوع هيك يعني تطلع في الاتجاه هذا يعني ما يسمح لهش حتى الشبح. نعم. حاجة ونبي نوجه كلمة بالله للإخوة المسؤولين في وزارة الداخلية، رجل نعم. مرور راو رجل مرور راو يعني مش واخد حقه في المجتمع. طيب. حق المجتمع يعني إنسان رجل يعني كذا يعني طيب. إنه كنت تعرفه الصقع
نعم. طيب شكرا جزيلا لك العقيد عبد الحفيظ الصغير. لا ملاحظه بالله، لحظه بس قاعد بالله ما كملش للاخوه المسؤولين، يعني ما يمنعش بطاقه تامينيه لرجل مرور، بطاقه تامينيه حتى ياخذ بها دوالي هو يشلشق فيه من الهواء والغبار ودخان السيارات. طيب شكرا جزيلا لك، جزيلا لك سيادة العقيد عبد الحفيظ الصغير مشرف عام دوريات التجولة، كنت معنا شكرا جزيلا لك. معنا الآن موسى من بنغازي. السلام عليكم موسى. موسى هل أنت في الاستماع؟ السلام عليكم. وعليك السلام موسى، لديك دقيقتان لإبداء رأيك. نعم أنا موسى من بنغازي، عرفته. أهلا وسهلا بك. الله هو الكرامة وبس الكرامة. موسى تسمعني موسى؟ موسى أرجو أن تعيد الاتصال بنا من جديد. موسى شكرا جزيلا لك موسى، كنت معنا بمغازي. أستاذ عبد الحفيظ أعطى لنا إحصائيات حقيقة مرهبة رهيبة جدا، قال بأن هناك 180 قتيل جراء حوادث السير لسنة 2014، أيضا هناك 170 مركبة معدومة كليا، وقال بأن الإحصائية حتى الآن في سنة 2015 48 قتيل ونحن لم نصل حتى إلى نصف السنة. هي أرقام حقيقة ترهب رهيبة جدا. نسأل الله السلامة. من معي؟ السلام عليكم. محمد من طرابلس. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم محمد. وعليكم السلام. اهلا وسهلا بك محمد. انتشار المطبات في الشوارع بشكل عشوائي وامام المحلات، يعني هل هو سبب من اسباب كثره الحوادث في ليبيا؟ يبدو ان قطع الاتصال. محمد من طرابلس قطع الاتصال، ارجو ان تعيد الاتصال معنا استاذ محمد. نعم قلنا بأن هناك 180 قتيل في سنة 2014 وأيضا 170 مركبة معدومة، هذه أرقام حقيقة ترعب جدا، ونسأل الله السلامة. ونتمنى من هذه الحلقة أن توصل إلى كل مواطن ويحاول أن يغير من نفسه. معنا مفتاح من سرت. السلام عليكم مفتاح، لو تسمعني من سماعة التليفون لو سمحت، وتنقص الهاتف التلفزيون. السلام عليكم. صباح الخير وبركاته، لو تنقص التلفزيون وتسمعني من التليفون لو سمحت. لازم بيك من التلفزيون انا يا خالد. نعم معك دقيقتين مفتاح حتى تبدي رايك. هل ترى بان انتشار المطبات بشكل عشوائي يعني سبب من اسباب زياده الحوادث في ليبيا؟ هو سبب الحوادث يا ولدنا في ليبيا الحق. نعم لو تسمعني من التليفون لو سمحت. يبدو ايضا انقطع الاتصال، يبدو هناك خلل في اتصال مشاهدينا الكرام، عذرا لهذه لقطاع الخط. ارجو ان تعيد لنا استاذ مفتاح من جديد حتى يصل رايك الى المشاهدين الكرام. لا زلنا نستقبل مكالماتكم عبر الارقام الظاهره اسفل الشاشه، ايضا نرحب باقتراحاتكم ورايكم عبر هاشتاج صوت الناس. معنا الطاهر من درنا. السلام عليكم طاهر. يبدو ان هناك خلل في الاتصالات، عذرا مشاهدينا الكرام. نعم ايضا نستقبل ارائكم عبر هاشتاج صوت الناس عبر تويتر والفيسبوك، وايضا عبر الارقام الظاهره اسفل الشاشه. الى حين نجد اتصالات مشاهدينا الكرام، هناك الحقيقه هذه القضيه نحاول دائما ان نسلط على الضوء على قضايا مهمه جدا، قضايا تمس المواطن، نحاول ان نصلح منها باذن الله تعالى. اسامه من درنا. السلام عليكم اسامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شو حالك اخوي؟ اهلا وسهلا بك. اسمعني من سماعه التليفون، نقص التلفزيون لو سمحت. طيب سيد أسامة الآن معك دقيقتان لأن توصل فكرتك ورأيك. هل انتشار المطبات أمام المحلات بشكل عشوائي سبب من انتشار ظاهرة الحوادث وزيادة هذه الظاهرة؟
والله يا اخوي بالنسبه للحوالي اول حاجه سالوا كسم ضباط ومجد دواعش ومنصر الدولي والدول الاسلاميه هذو مش ما بيدوا انا ضباط يا اخوي نفس نوم كيوم تاع كيوم اثنين عندي يحكوا الحق بس يقولوا الحق يحكوا الحق السلام عليكم. لم استمع اليك جيدا ولم حقيقه لم افهم ما تقول. شكرا لك على كل شكرا لك سامع كان معنا من درنا شكرا جزيلا لك. من معي؟ علي من سرت. السلام عليكم علي. علي هل تسمعني علي؟ نعم نعم اخوي اخبارك طيب. اهلا وسهلا بك. علي برايك ما هي الاسباب لزياده الحوادث في ليبيا؟ والله زياده الحوادث من قله المرور في الطريق وقله البوابات لان السرعه زايده يعني واحد سرعه 120 130 140 150 وشاب تلقاه عمره قريب بال 20 سنه عنده سرعه زياده عرفها يعني كثره الحوادث هنا في ليبيا بشكل غريب. طيب الناس المسؤولين يعني قصد المسؤولين انهم يهتموا بالجهات العامه زي وزاره الداخليه والمرور والقطاعات الاخرى يعني لما واحد يفوت عليه طريق ما فيهاش بوابه ما فيها شيء ممكن ياخذ سرعه لكن لما يكون قدام البوابه مطب حاجه يهدي عليه اقل شيء تخف قله الحوادث في دي. طيب لكن هل انتشار المطبات يعني بشكل عشوائي يعني نشوفه اي شخص يفتح محل يدير مطب قدام محل بتاعه هل هذا يعني سبب من اسباب زياده هذه الحوادث؟ لا والله يا اخوي المطبات اهم شيء بالنسبه للشوارع وبالنسبه للادقه لكن اذا كانت بشكل عشوائي هل تسبب في كارثه ربما؟ ممكن تسبب مضبوط تسبب في كارثه لان المطبات العشوائيه دليل ان المطبات العشوائيه ممكن غير لايق عليك لما يكون مطب بينك وبين الشارع ممر مدخل حاجه مرات ممكن يكون اقل قله الحارس في الشارع مثلا او قله زي ما نقول بالليبي التطريب اللي يديروا فيه هذا الجو هذا كله مسبب الحوادث يعني الانسان نعم الانسان لديك الان لديك 30 ثانيه اخي علي يعني انت مواطن كيف ترى سلوكيات الناس في الشارع؟ والله السلوكيات مع احترام المواطنين والله في سلوكيات صفر يعني لكن في الاخلاق الحمد لله اخلاقياتها مرتفعه واخلاقياتها لكن لما يجي شباب في الشارع ممكن يدير مقلب يعني زي ما نقول في مشكله يعني. طيب بالنسبه للمنبر هذا نشكرك يا اخي. طيب شكرا لك شكرا لك علي انتهى وقتك شكرا جزيلا لك على هذه المكالمة الطيبة. مشاهدينا الكرام لازلنا نستقبل اتصالاتكم ورأيكم عبر الرقم الظاهرة أسفل الشاشة. أحمد من سرت. نعم أخي اتصال معنا أحمد من سرت. السلام عليكم أحمد. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أحمد. أهلا شو أموركم باهية؟ نعم أحمد لديك دقيقتان لإبداء رأيك يعني نعم أيوه نعم قلت لك تو المطبات والكلام والله تو هني قناتكم وقت هذه المفروض يطلع الشيوخ والمفتيين والعواض وكلهم تو نحكوا على البرنامج اللي صاير يعني في سورة في درة وكذا المطبات وشهدها مش وقتها تو نبغوا نأمن ونأمان أول شيء. طيب لكن نرى نحن نرى من وجهة يعني نرى أن أداب الطريق أيضا الإنسان دائما يحاول أن يصلح أن يبدأ من نفسه ولنا برامج لنا برامج سياسيه ولنا برامج اجتماعيه ولنا برامج تمس المواطن يعني هو الانسان يعني هذا اللي مثلا اللي يدير في السياده وما هو مش عاقل يعني شو بتدير انت بالنقل بعد تخلي البلد امن وامان بعدين هو بالشرطه طيب الشرطه غصب عنه مكان مش مكان مطب يعني ولا طريق رئيسي ولا سريع ولا كذا بيحاول غصب عنه. طيب نحن لكن الان في خلال هذا البرنامج نحاول توعيه هذا المواطن من رقيب اخلاقه يعني في اكثر من موضوع اكثر من قضيه، نحن لدينا برامج سياسيه ولدينا برامج اجتماعيه، لكن هذا البرنامج نحاول نسلط فيه الضوء على شيء يمس المواطن يعني. والله يا اخوي قناتكم هذه يتابعوا بها الناس كلها قناه ما شاء الله يعني لا قوه الا بالله، لكنني نبي منكم وانتم تديروا برنامج عليه برنامج سرت ودرنا وانا ودوم الدولة الإسلامية وكذا والتطرف والواعل لأن في شباب صغار يا راجل يغسلوا في دماغاتهم يا راجل. طيب شباب صغار يعني في عمر الزهور مش وقت انه يشد بندقه طيب نعم يعني. شكرا لك اخونا احمد كنت معنا من سرت.
نحن لدينا برامج سياسيه، وايضا كثفنا من هذه الايام بالوضع الاوضاع الراهنه في سرت وايضا في درنا، لكن نحاول ان نوصل المواطن لرقي باخلاقه ورقي ايضا بادابه. نحن نحاول نسلط الضوء على اكثر من قضيه تمسنا تمس المواطن، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، فنحن نبدو تغيير بانفسنا. مشاهدينا الكرام، نذكركم بالهاشتاج الظاهر اعلى الشاشه، هاشتاج صوت الناس على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وايضا الفيسبوك. نرحب بارائكم وافكاركم. لم يتبقى لي في هذا البرنامج الا ان اشكر كل المشاهدين، شكر موصول مني لكم اين انا صهيب محمود وايضا كل طاقم هذا البرنامج. لم يتبقى لي ان اقول لكم الا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.